السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا النهار إن شاء الله غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي هو في الحقيقة شامل، هو لا قدر الله ما بغيش نهضر عليه، ولكن غادي نهضر عليه أنواع ديال الموت ديال الأناني. يعني كاين الموت وارد، ماشي كان يعني نربيو الأنانيب وغادي يكونوا ديما سلام، كاين يعني حالات خاصة. هذا الأرانب حنايا يعني هاد الأسباب ديال الموت، يعني منين كيموت الأرنب يعني عاد كيبان السبب ديال الموت ديالو. أنا حاولت نلخص لكم هاد الشيء لأن عندي تجربة في الأرانب، بغيت نلخص لكم هاد الأنواع ديال الموت ديال الأرانب. كاين الموت الاول، يقدر يكون من يموت تلقاو البطن ديالو منتفخ، هذه حنا كنقول لها انتفاخ. انا غادي نعطيكم غير الاسباب ديال الموت، ومن بعد غادي نعطيكم اي حاجه الحلول ديالها. هذا هو الفيديو ديالنا هذا النهار، ان نوجدوا حلول لهاد الاسباب ديال الموت. كاين انتفاخ، نوضوا كتلقاو الارنب مات ولكن الكرش ديالو منفوخه، وكتلقاو حتى القطيع كله صافي راه كله كرشو منفوخه وغادي يبداو يتوالوا في الموت. القضيه واحده اخرى وهو الاسهال. كتنوضوا كتلقاو مثلا داك الارضيه او داك اللاطه اللي دايرين من تحت، ولا كتلقاوها كلها كحله يعني بواحد الماء اسود، هذاك راه سميتو اسهال، يعني راه كرشهم تسهلت مساكن عندهم لا دياري. كاين عاوتاني التسمم المعوي، كتنوضوا في الصباح كتلقاو اغلبيه سبحان الله كيموتوا الارانب ملي كتنوضوا في الصباح، يعني ماشي كتشوفهم قدام عينيكم. كتجيو كتلقاو ان الارنب ديالكم فيه دم في نيفو، خرجوا الدم من نيفو، هذاك سميتو التسمم الدموي. كاين التسمم المعوي عاوتاني حتى هذاك منين ما كيطرالو حتى شي حاجه قدامكم، ولكن الا درتو العمليه ديال التشريح يعني الا شرحتو كتلقاو اما المراره ديالو منفوخه، اما الكبد معفن، بزاف ديال الحوايج. المهم كتلقاو الاحشاء ديالو فيهم النزيف، يعني الاحشاء ديالو في المعده على مستوى المعده. كاين مؤخرا كاين واحد المرض يعني غريب في الحقيقه، يعني تصابوا به بزاف ديال الارانب لا البلديه لا الروميه، وهو كاين ملي كينوض شي واحد كيلقى الارنب مات، ولكن ملي كنقلبوا كنبغوا نهزوه كنلقاو كيخرج منه ماء اصفر من المخرج ديالو وماء اصفر من الانف ديالو. هي الاغلبيه كيخرج من هذاك راه ماشي بول في الحقيقه، ماشي بول، ماشي التفزاك ديالو، هذاك راه نوع من المرض اللي تصاب. كاين عاوتاني واحد النوع ان الارنب يعني هذا قبل كتلاحظوه انتم قبل ما يموت عاد باش تعيقوا به، لا كيبقى يهز راسو في السماء وكيبقى يتنفس، كتلقى هو صعوبه في التنفس، واخا انتم ما دايرينش الغبره ولا شي حاجه، داك الشيء منقي ومزيان، ولكن كتلقاو باللي واحد النهار حتى كتلقاو الارنب ميت بواحد الطريقه، يعني بحال اللي نقولوا ماشي مجبد، يعني الاغلبيه الارنب كيموت مجبد، الا كتلقاو مكمش في الموته ديالو. هذاك عرفوا راه باللي انسداد ديال المسالك التنفسيه هو اللي دار هذا. دابا غادي نعطيو كل النوع ديال الموت ديال الارنب، غادي نعطيو الحلول. كاين هضرنا على الانتفاخ، كاين بيكربونات الصوديوم، ملي تشوفوا الكرش ديال الارنب منتفخه مره قلبوا الكرش ديالو بحال هكا، هذا تبارك الله هضر مزيان، وملي كيكون عنده انتفاخ كيكون غير مقرمص في واحد الجهه وما باغيش يتحرك. ها هو دابا نقولوا هذا هو واخا هكاك راه غير شبعان، كرشو مزيان تبارك الله، هادو كلهم راهم غير كلاو دابا وراهم راجعين للور لان شويه كاينه الحراره. كاين عاوتاني الاسهال، الاسهال بالنسبه للصغار حتى هو ملي تشوفوا الارنب راجع للور وما باغيش ياكل راه حتى هو يقدر يكون فيه اسهال، قلبوا اللاطه لتحت بحال هكا بهذه الطريقه، خاصو ديك الاسبال ديالهم الفضلات عزكم الله خاصها تكون مكركبه ومدوره. الا كشفتوا داك الشيء بحال الماء عرفوا بلي هذاك راه اسهال. الطريقه بسيطه، هو قطره ديال الخل، خل
العادي اللي كدير الطعام كاين اللي كيقول لك خل التفاح ولا انا راني جربت غير الخل العادي كتقدر واحد المعلقه كديرها هنا في الماء وتخليهم يشربوا منها وسيدي ربي راه كيجي التيسير وفي ديك المرحله ديال الاسهال حاولوا انكم تقطعوا لهم الماكله واحد شويه باش كرشهم وعطيهم شويه ديال الخبز خبز يابس لان الخبز اليابس كينشف الكرش ديالهم كتكون نتوما مثلا عطيتهم شي حاجه خضراء ولا شي حاجه هي اللي دارت لهم الاسهال. القضيه ديال الامهات الاسهال هذيك خصها دواء فوري ما خصهاش الخل دواء فوري راه كاين واحد الدواء بشري كنستعملوه راه معروف كيف اي دار هو سميكتا راه خصها تكون ديما عندكم في واحد الشاصيات هي رخيصه كدير شي 30 درهم فيها بزاف ديال الشاصيات عدد ديال الشاصيات نتوما غير شاصيه وحده تكون محتفظين بها هذيك كديروها في الابره الابره ماشي كدقوها لها وانما كتعطيوها لها يعني كحقنه في الفم ديالها يعني خصها تشرب مباشره كونوا متاكدين انه دواء فوري يعني خاصها هي ما تكونش تبرا على مراحل بحال الارانب الصغيره حتى الارانب الصغيره تقدر دير لها سميقطه ولكن الخل حتى هو فعال مزيان حتى هو بالنسبه للخل تقدر 3 ايام عاد كيبان المفعول ديالو يعني كيبداو يبراو بالتدريج ولكن بالنسبه للامهات اللي كيرضعوا خاص هذاك دواء فوري لان اذا كان فيها الاسهال كيوليو كتولي ما قادرش ترضع كتولي نتوما ديروا سميقطه راه شاصيه كتكبوها شويه ديال الماء وكتعطيوها لهم في الفم ديالهم بواحد المحقانه وان شاء الله الله كيجيب التيسير. اذا كاين التسمم المعوي التسمم المعوي معروف دواء سيرو صغير كتمشيو عند الفارماسيان ولا المهم هو موجود بزاف كاع هذاك هاد الدواء هذا ماشي تخليهم حتى كي يمرضوا عاد كديروه لا كديروه في مرحله بعد الفيطان كيدير 10 دراهم سيرو عادي بحال هاد الخلفه هادي راني درت لهم السيرو راهم شاربينو يعني المشاكل المعويه كنطاقي وهو عباره عن تحصين في الحقيقه. بالنسبه للتسمم الدموي اللي هذا هو الاساس ديال التربيه ديال الارانب وهو التسمم الدموي ليبرا ديال سيفاباكس او اي ابره الناس كلهم كيهضروا معايا كيقول لك لا انا راه ما لقيتش سيفاباكس لقيت نوع اخر هي راه هاد القضيه بحال الشكل ديال احنا نقولوا ياغورت راه كله كيتسمى ياغورت هو في الحقيقه ماده ديال ياغورت ولكن فيه انواع فيه دانون فيه مثلا الشركه ديال كوليمو الشركه ديال سونترال الشركه وكيبدلوا الاسماء ماشي مشكل. تيد عاوتاني فيه بزاف ديال الاسماء احنا كنقولوا تيد هو راه في الحقيقه مسحوق للنظافة وكاين فيه تسيد كاين اومو كاين اريال بزاف ملي تشوفوا شي واحد عطاكم شي سميه راه ماشي هي هذيك السميه بالضبط هي اللي خصكم تستعملوا وانما ديبرا ديال الليموراجي ديال التسمم الدموي وكلهم اللي باري ولا الدويه ترى كلهم فعاله ماشي لا انا هذه خدمت لي وهذيك ما خدمتليش لا كل شيء خدام الحمد لله مادام مخرجينها الا راه خدامه. اذا كتدقوا هذه الابره ديال التسمم الدموي من العام للعام هذيك عباره عن تحصين هذيك هي اللي قلنا كيخرج لهم الدم من نيفهم اللي كيموتوا لا قدر الله هذاك هاد الامراض كلهم الى ماشي هما اللي كانوا عندكم ولقيتوا واحد المرض غريب يعني هادشي كامل هاد المعلومات كلها ما خدمتش معاكم كاين دواء فعال وهو لونتيبيوتيك انتيبيوتيك بينيسيلين كتحيد كاع جميع الامراض اللي نتوما يعني شكي يعني ما لقيتو لا اسهال لا انتفاخ لا تسمم دموي لا المهم لقيتو واحد المرض غريب نتوما تلفتو في الحقيقه هذيك هي التلفه واحد تلف ملي تلف دير انتيبيوتيك هي بينيسيلين كتباع في قرعه كبيره راني داير عليها واحد الفيديو هذيك تكون عندكم اي ملي تشوف شي واحد طرات له شي مشكله بواحد الطريقه اللي نتوما ما يعني ما فاهمينش دقوا سنتيم اليوم سنتيم غدا ديال بينيسيلين وعرفوا بلي راه هذاك بحقها مضاد حيوي يعني عسكر كتعطيهم للجسم ديال الارنب
وكي كي 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 بحال الشكل ديال حنا نقولوا الانسان اللي كيكون فيه شي نوع من الالتهاب, اي نوع من الالتهاب كيكون عند الارنب كي كي ملي كدير لونتيبيوتيك هو في حقه ما كيخليش المناعه, هذه راه مشكل عند الانسان خص البنادم يكثر من لونتيبيوتيك. ولكن بالنسبه للارانب لونتيبيوتيك خدام لهم لان هذاك كيكون الارنب غادي يعيش عندك ماشي بزاف, يعني ماشي الفتره ديال الحياه ديالو ماشي ما غاديش يطول بزاف, يعني اما غادي ديروه للذبيحه اما غادي ديروه للكسيبه. المهم ان لونتيبيوتيك كيساعدو كيقويه داك المرض اللي نتوما ما فهمتوش, يعني ما عرفتوش كيفاش تتعاملوا معاه. اونتيبيوتيك بينيسيلين, بينيسيلين حتى هو فيه بزاف ديال لي مارك. نتوما بينيسيلين صافي ملي كديروا بينيسيلين هذاك راه هو الدواء الشافي ان شاء الله اللي كيحيد داك التشاش اللي كيكون عندكم في الراس. نتوما ما فهمتوش يعني وليتوا محترفين عارفين الدوايات عارفين كلش, ولكن واحد الخطره تلقيتوا واحد المرض نتوما ما فاهمينوش, مثلا شي حب تحت الجلد ولا شي حاجه نتوما ما فاهمينهاش, بينيسيلين كدقوها لهم سنتيم هذا النهار سنتيم الغد ليه ان شاء الله الله كيجيب التيسير. اذا الحلقه ديالنا راه سالات, الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا قناه جميله, دعمونا بزر جيم باش القناه تستمر, تكيو على زر الجرس كيصلك الجديد ديالي ان شاء الله, وتكيو على زر جيم باش تساندونا. الى اللقاء في الحلقه المقبله وعواشركم مبروكه رمضان كريم.